أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أن نهج التوافق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى رضوه الله ورعاه وتوجيهاته السامية بأن تكون ضوابط وإجراءات ترشيد إنفاق المال العام مبنية على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واضعين في الاعتبار تقدم الأهم على الأهم أهمية لما فيه صالح الوطن والمواطنين وأن مبدأ التعاون بين السلطات الذي أكد عليه دستور مملكة البحرين هي قاعدة ثابتة من ثوابت المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية وتفعيلا لمبدأ الشراكة في صنع القرار مشيدا معاليه بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه دراسة آلية موحدة للاستحقاق عبر توحيد النواحي التشريعية والتنظيمية وتأكيد سموهما رعاهما الله على تنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة للأعوام 2015 و2018 وما تضمنه من إعادة توجيه الدعم لمستحقي معربا معاليه عن تقدير السلطة التشريعية بالتجاوب الكريم من الحكومة الموقرة الذي يؤكد حرصها على تعزيز التعاون والتشاور والتوافق المنشود من أجل الوطن والمواطنين بعقد عدد من اللقاءات التنسيقية والتشاورية في الأيام المقبلة مع السلطة التشريعية بهدف العمل على إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه من الأسر البحرينية والمواطنين وفقا لتصريح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة مؤكدا أن الجميع حريص على مصلحة الوطن والمواطنين ومدركين تماما التحديات الاقتصادية الاستثنائية التي تشهدها البلاد ودول المنطقة والتي تستوجب المزيد من التعاون والتكاتف والتكامل والتفهم من خلال خطة عمل توافقية مشتركة والعمل معا من أجل ضمان المستقبل الزاهر والحرص على حقوق المواطنين خاصة أصحاب ذوي الدخل المتوسط والمحدود والمستحقين للدعم وفق آليات إعادة توجيهه تنفيذا لبرنامج عمل الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب في خطوة ديمقراطية متقدمة تؤكد تطور المشروع الإصلاحي في مملكة البحرين.